Hi everybody, how are you? أهلا بيكم من جديد متابعين قناة ميس إنجليزي. معادنا النهاردة إن شاء الله مع أبطال كونكت 5-5 ابتدائي. النهاردة إن شاء الله هنشرح لسن 1 الدرس الأول من يونت 1 الوحدة الأولى، وشغل إن شاء الله السنة دي من كتاب الباهر. لو حابب إن مفيش حاجة تفوتك من شرح مناهجنا وفيديوهاتنا، اعمل سبسكرايب اشتراك وما تنساش اللايك والشير. نبدأ بسم الله. Lesson 1 الدرس الأول بيتكلم عن food and drink، يعني الطعام والشراب. food يعني طعام، drink يعني الشراب، الأكل والشرب. يلا نقرأ الفوكاب بتاعت الدرس عشان بعد كده هنشرح الجرامر. أول كلمة معايا beans فول، يعني beans فول، beans limes يعني ليمون أخضر، limes ليمون أخضر، onion يعني بصل يعني onions، وطبعا بحط اس بلورار اس الجمع، carrots يعني جزر، وبرضو كلمة carrots أخرها اس بلورار اس الجمع، chocolate وما تنساش ان سي اتش chocolate شوكولاتة، lemons ده ليمون أصفر، lemons يعني ليمون أصفر. يبقى أنا عندي دلوقتي 2 ليمون، عندي ليمون أخضر يعني limes، ليمون أخضر يعني limes وليمون أصفر lemons. عندي بعد كده أناناس pineapples يعني أناناس، بكتب باين وبعد كده بضيف كلمة apples اللي هي تفاح، تبقى pineapples تفاح. eggs بيض، coconuts جوز الهند، coconuts mango اللي هي mango. لو انت من الابطال ولسه مستمره معايا في شرح ليسن 1 الدرس الاول من يونت 1 الوحده الاولى ابطال 5 ابتدائي ومنهج كونكت من كتاب الباهر، اعمل سبسكرايب اشتراك، الكلمه اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو، ما تنساش اللايك والشير. هنكمل دلوقتي قرايه اكسترا فوكابس، يعني كلمات اضافيه هنحتاجها ان شاء الله في شرح الجرامر. اول كلمه عندي healthy يعني صحي، healthy عايز اجيب الاوبوزيت بتاعتها او العكس بتاعتها، اسمها unhealthy بحط في بدايتها يو ان تدينا الاوبوزيت العكس، healthy صحي، unhealthy غير صحي. chickens دجاج او فراخ يعني chickens. little يعني قليل، easy سهل، fresh طازج، a lot كثير، potatoes بطاطس، garden حديقة. طب عندي كمان أفعال regular verbs يعني أفعال منتظمة. يعني أفعال منتظمة يعني الفعل في زمن المضارع ال present بحوله لزمن ال past الماضي. يبقى أنا عندي أفعال regular منتظمة وأفعال irregular غير منتظمة. الأفعال المنتظمة عشان أحول الفعل من المضارع للماضي بضيف للفعل دي أو ed أو IED. زي اول فيرب عندي اللي هو love يحب، يعني love. طب انا عايز اقول احب احولها للماضي تبقى احب، طبعا هي loved. طب ايه اللي حصل هنا؟ اضفت الفعل دي بس ليه؟ لان هو اصلا اخره اي. فعل كمان اسمه plant يزرع يعني plant. طب زرع الماضي بتاعه planted. طب عندي كمان collect يجمع يعني collect، جمع collected أضفت لها ed. يحب like أحب liked I liked like، ولما تحولت ل liked عاملة زي love
loved. الفعل اخره ايه؟ انا بضيف حرف الدي بس عشان احول لزمن الماضي. النوع الثاني من الافعال irregular verbs، يعني افعال غير منتظمه، يعني حروف بتتحول لحروف تانية. عشان الفعل احوله من مضارع الى ماضي بحول حروف لحروف تانية، زي think. think يعتقد او يفكر، الماضي بتاعها thought. think thought. think يعتقد، اعتقد. thought think يفكر، فكر. thought وخد بالك ان الجي والاتش silent. think thought. طب وفعل كمان يملك، يعني have، ويملك يعني has، الماضي بتاعهم اسمه had. يزرع او ينمو يعني grow، الماضي بتاعها grew. طب انا عندي اتنين دلوقتي، يزرع، يزرع اللي هي plant، ويزرع اللي هي grow، والماضي بتاعها grew. ياكل، ياكل. eat اكل. eat eat eat. يبيع سل، باع sold. يشتري buy، اشترى bought. وبرضو فيها gh silent، buy bought buy bought. في بعض الاكسبريشنز، بعض التعبيرات برضو هاخدها. that's easy، that's easy، ذلك سهل او هذا سهل او هذا سهل. that's easy. at the market يعني في السوق. خد بالك ان preposition حرف الجر بتاع كلمة market اللي هي سوق، حرف الجر بتاعها اسمه at. عايز اقول في السوق اسمها at the market. طب على الارض on the ground، on معناها على، على الارض on the ground، على الارض on the ground. طب في الحديقة in the garden، في الحديقة in the garden. يبقى at the market في السوق، on the ground على الأرض، in the garden يعني في الحديقة. خد بالك من حروف الجر دي. طب كل شيء على ما يرام، it's okay it's okay. طب عايز أقول ينمو على الأشجار، grow on trees. ينمو أو يتزرع على الأشجار، grow on trees. لو انت من الابطال ولسه مستمر معايا في شرح ليسن 1 الدرس الاول من يونت 1 الوحده الاولى كونكت 5 5 ابتدائي، دعمنا بسبسكرايب اشتراك، الكلمه اللي باللون الاحمر اللي تحت الفيديو، وما تنساش اللايك والشير. طب الدرس بيتكلم عن زي conversation، محادثه بين دينا اند فريدا. طب تعال نشوف دينا بتقول لفريدا ايه. دينا بتقول لها سؤال مهم جدا واحنا متعودين عليه، سمعناه كتير قبل كده، سمعنا السؤال ده بيقول what's your favorite food. what is your favorite food. what's your favorite food فريدة، يعني ما طعامك المفضل يا فريدة. طبعا في الانجليش ما فيش يا، هي الكمة الصغننة دي، العلامة الصغيرة اللي قبل فريدة دي معناها يا. يبقى what's your favorite food فريدة، يعني ما طعامك المفضل يا فريدة. فريدة ردت عليها قالت لها that's easy، يعني السؤال ده سهل خالص. قامت مجاوبة عليها قالت لها it's chocolate، يعني انها الشوكولاتة. it's chocolate. على فكرة السؤال اللي هو بيقول what's your favorite food، ما طعامك المفضل، بتجاوب عليه بكذا طريقة. يما تقول it's chocolate، I like chocolate، I love chocolate، أو my favorite food is chocolate. وطبعا ده هنشرحه النهاردة ان شاء الله في نهاية الفيديو. it's chocolate يعني انها شوكولاتة. دينا قالت لها I like chocolate too، انا ايضا بحب الشوكولاتة. خد بالك تو بتحط في الاخر، دي معناها ايضا. I love chocolate too، انا بحب الشوكولاتة ايضا. but لكن it isn't healthy، لكنها غير صحية. isn't it طبعا، isn't it الصغير، السؤال الصغير ده اسمه question tag، يعني سؤال مزيل، معناه اليس كذلك. isn't it اليس كذلك. هقول الجملة تاني، but it isn't healthy، لكنها مش صحية. is it اليس كذلك. فريدة قالت لها I think، انا اعتقد. it's okay to eat a little، يعني انا اعتقد ان هو ده شيء او لا بأس من اكل كمية قليلة من الشوكولاتة. but yes it's unhealthy if you eat a lot، لكن هيبقى طبعا شيء غير صحي لو انت اكلت منها كثير. دينا ردت عليها وسألتها سؤال تاني، قالت لها what's your favorite healthy food.
What's your favorite healthy food؟ يعني ما طعامك المفضل الصحي أو طعامك الصحي المفضل؟ هنا بقى محددة لها، مش أي طعام مفضل ليكي، لأ طعامك الصحي المفضل. What's your favorite food؟ أو What's your favorite healthy food؟ healthy food طعامك الصحي المفضل. فريدة قالت لها I like chicken and I like fish، أنا بحب الدجاج وبحب السمك. but لكن my favorite is mango، لكن المفضل لدي هو المانجا. we have، جملة مهمة جدا دايما هنلاقيها في الترتيب أو في الرينج، بيقول we have a mango tree in the garden. we have a mango tree in the garden، يعني إحنا عندنا شجرة مانجا في الحديقة. we have، نحن نملك، نحن عندنا، نحن لدينا a mango tree in the garden، شجرة مانجا في الحديقة. دينا قالت لها I love mango too، تو خدناها من شوية يعني أيضا أنا أحب المانجا أيضا. we don't have a mango tree، إحنا لا نملك شجرة مانجا. we have a lime tree and a lemon tree، يعني إحنا عندنا شجرة ليمون أخضر and lemon tree اللي هي شجرة ليمون أصفر. فريدة ردت عليها بجملة مهمة جدا، هتاخدها برضو في الريارنج في الترتيب، قالت لها my uncle يعني عمي grows يعني يزرع، بيزرع ايه؟ onions بصل and potatoes، وكمان بيزرع بصل وبطاطس. he has chickens، he هو has chicken يعني هو يملك chickens دجاج too ايضا. طب هو بيعمل ايه في الدجاج ده؟ he collects fresh eggs every day، he collects يعني هو بيجمع fresh eggs البيض الطازج every day يعني كل يوم. sometimes احيانا بيعمل ايه؟ he sells them يعني بيبيع البيض ده at the market، بيبيع البيض ده في السوق. وخد بالك ان كلمه market بيجمع حرف جر اسمه at the market يعني في السوق. عايز اقول لك معلومة مهمة جدا، دايما بتيجي سؤال للولاد المتفوقين، خد بالك ان الباينابلز اللي هو الاناناس don't grow on trees، يعني الاناناس ما بيزرعش على الاشجار، خد بالك المعلومة دي. pineapples don't grow on trees، الاناناس ما بيزرعش على الاشجار، لكنه بيحصل في ايه؟ they grow on the ground، بيتزرع على الارض. هقول تاني pineapples الاناناس don't grow on trees، الاناناس ما بيزرعش على الاشجار، لكن بيحصل ايه؟ grow on the ground على الارض. لو انت من الابطال ولسه مستمر معايا في فيديو النهارده شرح lesson 1 من unit 1 الوحده الاولى منهج connect 5 5 ابتدائي، دعمنا بسبسكرايب اشتراك الكلمه اللي باللون الاحمر، وما تنساش اللايك والشير. يلا بينا ناخد جرامر سهل وبسيط جدا، وهو اول حاجه فيه What's your favorite food؟ السؤال اللي بيقول What's your favorite، بعد كلمة favorite لازم تحط noun يعني اسم. What's your favorite food اللي احنا اخدناه النهاردة، يعني ما طعامك المفضل؟ عشان اجاوب على السؤال ده، السؤال ليه ده كذا طريقة بجاوب عليها. اول حاجة ممكن تقول it's، والحاجة اللي انت بتحبها يعني it's chicken على سبيل المثال، او تقول I like chicken، انا بحب الدجاج. I love chicken، انا بحب الدجاج بشدة. او اجابة رابعة my favorite food is chicken، يعني ايه my favorite food is chicken؟ يعني طعامي المفضل هو الدجاج. يبقى هقول تاني السؤال بيقول what's your favorite food، ما طعامك المفضل؟ بيتجاوب عليه بكذا طريقة، ممكن تقول it's والاكل بتفضله it's chicken، I like chicken، I love chicken، my favorite food is chicken. طيب النقطة الثانية في جرامر النهاردة الفعل اللي هو like و love، like يحب و love يحب بشدة، دايما بيجي وراهم يا إما noun اسم أو verb plus ing. خد بالك من الحتة دي مهمة يا سنة خمسة، like يحب love يحب بشدة بيجي ورا يا إما noun يعني اسم، أو ممكن يجي verb ing زي I like fish، أنا أحب السمك، هنا السمك ده noun اسم. I like mango، أنا بحب المانجا، المانجو هنا noun اسم. طب الجملة الثالثة I like playing tennis، playing هنا verb ing برضو صح. يبقى like أو love بيوراهم يا إما noun اسم، أو ممكن تحط فعل ومعاه ing. طب حاجة ثالثة
وانت لما تيجي تعبر عن رأيك، التعبير عن الرأي، استخدم كلمة I think، يعني أنا أعتقد. وبعد ما تستخدم I think أنا أعتقد، حط وراها على طول الجملة الكاملة I think أنا أعتقد it's okay to eat a little chocolate.